متابعي جوابك أهلا وسهلا بكم. إذا كنت معتادا على الغوص تحت الماء فأنت تدرك أن ضغط الماء الحاصل عليك يطلق عليه مصطلح PSI، أي عدد أرطال الضغط التي تمارس على كل بوصة مربعة من جسمك، ويتم قياس قوى العض بنفس الطريقة. واليوم بعد انقراض أقوى أنواع المفترسين وأشدهم فتكا وعلى رأسهم الديناصور، سنكتشف أشد عضة حيوانات العالم الحالية. احجز لخيالك مكانا ولنبدأ رحلتنا في ترتيب أقوى عضة للحيوانات حول العالم. في المرتبة 11، تنين الكومودو. يعيش هذا النوع من السحال النادرة المهددة بالانقراض في بعض الجزر الإندونيسية، وهو أكثر السحالي وزنا في العالم بمقدار 70 كيلوغراما. يحتوي الفكان على حوالي 60 سنا مسننا يتم استبدالها كثيرا، والتي يصل قياسها إلى 2.5 سنتيمتر، وهذه الأسنان مغطاة بأنسجة اللثة. نتيجة لذلك عندما يأكل الحيوان فإنه يميل إلى إيذاء الأنسجة المذكورة، مما يسبب النزيف. هذا هو السبب في أن لعابهم بشكل عام ملطخ بالدماء. وتنين الكومودو حيوان نهم لا يتوقف عن الأكل، فيمكن أن يلتهم فريسة كجاموس المياه والغزلان وحتى البشر، ولا تكمن قوته في شدة عضته التي لا تبلغ سوى 500 على مقياس SPI، بل لأنه يحيط بفريسته ويحقنها بالسم إلى أن تموت، ثم يمزقها ويلتهمها مع العظام. في المرتبة 10، الأسد. قد تعتقد أن الأسد ولكونه ملك الغابة يملك أقوى فك بين الحيوانات في العالم، ولكن عضته لا تبلغ سوى 650 رطلاً على مقياس PSI. لذا فقد تجد بعض الكلاب الشرسة الضخمة تمتلك قوة عض أكبر من الأسد. تختلف قوة عضة الأسد في اختلاف حجمه وعمره، وبالرغم من ذلك فهي قادرة على تحطيم عظام الفرائس وتمزيق اللحم وإسقاط فريسة أكبر بكثير من نفسه بكل سهولة. ولا تحتاج الأسود لقوة فك أكبر، بما أنها مخلوقات اجتماعية تصطاد بالمجموعات وتستهلك كل طعامها أثناء الصيد. فالأسنان الكبيرة والمخالب العملاقة والعضة القوية واستراتيجية الصيد في مجموعات تجعله واحداً من أعنف الحيوانات المفترسة في مناطق تواجده في إفريقيا والهند. في المرتبة 9، كلب الكنغال التركي. الكلب ذو العضة الأقوى التي تبلغ قوتها 743 رطلاً على مقياس PSI، وهو يعد من كلاب الحراسة الأقوى والأكثر اعتماداً في العالم. تم استخدام هذه الكلاب لحراسة حماية الأغنام وغيرها من القطعان ضد أكبر الحيوانات المفترسة كالذئاب والدببة، وتعرف هذه الفصيلة بولائها وحمايتها بالإضافة إلى لطفها مع الأطفال والحيوانات الأخرى. ولكن هذا الصنف ليس الأفضل عندما يتعلق الأمر بالغرباء بسبب طبيعتهم الوقائية، وهذا يعني أن إخراجهم في نزهة قد يكون مزعجاً بعض الشيء في معظم الأوقات. يمكن لهذه السلالة من الكلاب أن تقضي بسهولة على أي مفترس متوسط الحجم في دقائق مع عضلاتها القوية وخفة حركتها، ولديها قدرة هائلة من القوة عندما نتحدث عن قوة العض والتحطيم. في المرتبة 8، الدب الأشيب أو الدب الرمادي، وهو نتاج تزوج ما بين الدب القطبي والدب ذي اللون البني، الذي يمتاز بسلوكه العدواني وشدة افتراسه. وقد تم تشبيه شدة وقوة عضته بأنها قادرة على تحطيم كرة بولينج، بينما مخالبه الحادة قادرة على قطع رأس حيوان الموظ بضربة واحدة. تصل شدة عضته لـ 975 رطلاً التي يتم استغلالها في الصيد، فيقوم الدب الأشيب بافتراس الحيوانات الثديية الكبيرة عندما تكون متاحة، كالخرفان والدببة السوداء وأسماك السلمون وبقايا اللحوم التي تتركها آكلات اللحوم الأخرى، إضافة للتوت البري والحشرات كالنمل والنحل. وكل هذا الإفراط في الطعام في سبيل زيادة وزنه ليصل إلى 180 كيلوغراماً استعداداً لسباته الشتوي. في المرتبة 7، نمر البنغال بقوة عض تصل إلى 150 رطلاً لكل بوصة مربعة. تفتخر نمور البنغال بأطول أسنان من 2.5 إلى 3 بوصات لتقدم عرضاً مخيفاً للحيوانات والإنسان،
ويعتبر ثاني أكبر أنواع النمور في العالم بعد النمر السيبيري، ويمثل الحيوان الوطني لكل من بنغلاديش والهند، وهو واحد من أكثر الحيوانات العجيبة التي تمشي على الأرض. فالنمر البنغالي قط مهيب ونادر، ويعتبر من أكبر أنواع القطط في العالم، وكان يسمى قديماً بالنمر البنغالي الملكي. وزنه الكبير الذي يصل ل 260 كيلوغراماً، وحجمه الضخم الذي يقارن بحجم الدب القطبي، وأنيابه الطويلة الحادة تمكنه من افتراس أكبر أنواع الحيوانات الحالية. في المرتبة السادسة، الضباع. الصياد الماهر صياد الليل الذي يندر خروجه في النهار، حيث يمتاز برؤية ليلية ممتازة والقريب للكلاب من حيث الشكل والحجم. قوتهم الهائلة في الفك، والتي تصل إلى 1100 رطل على مقياس SPI، وتسمح بتفكيك جثث الحيوانات التي تتركها الحيوانات المفترسة الأخرى، وتسمح لهم الأسنان الحادة والقوية بقص اللحم وسحق العظم بسهولة، وعضلات الفك الكبيرة جنباً إلى جنب، مع بنية مقوسة فريدة من نوعها تحمي الجمجمة من القوى شديدة الضغط أثناء العض، وبذلك نادراً ما تجد بقايا الفريسة التي خلفها الضبع، حيث يقوم بطحنها وتناولها بشكل كامل عدا الشعر والقرون والحوافر. في المرتبة الخامسة، الدب القطبي. على عكس باقي الدببة التي قدر الله عز وجل وخلق فكها للتعامل مع كل النباتات والحيوانات، فإن الدببة القطبية التي تمتلك قوة عضة تصل إلى 1200 SPI وهي آكلة لحوم فقط، ونتيجة لذلك يتم تكييف عضتهم بشكل جيد للتعامل مع نوع الفريسة التي يواجهونها في القطب الشمالي من حيث الجلد السميك أو فريسة ذات ريش كثيف. ويقال إن الدببة القطبية هي الثدييات الوحيدة التي تصطاد البشر بنشاط بوزن يصل في الذكر البالغ ل 680 كيلوغراماً، فإن هذا المفترس الضخم قادر على سحب حوت أبيض لافتراسه. في المرتبة الرابعة، الغوريلا. هذا الحيوان الحساس للغاية والذي يتأثر بالواقع من حوله، وقد يعاني من اليأس والضيق والملل وعدم القدرة على التكيف إلى درجة قد توصله إلى حد الانتحار أو العزلة دون أكل أو شرب لفترات طويلة. وعلى الرغم من أن شكله يوحي بأنه حيوان مفترس قادر على افتراس كل ما يأتي أمامه بسبب شكل فكه وقوة عضته التي تصل إلى 1300 SPI، إلا أنه حيوان عاشب يتغذى على النباتات والأعشاب وأوراق الأشجار، حيث إنه يأكل ما يصل لغاية 30 كيلوغرام من الطعام بصورة يومية. إن ما يزيد من مقدار قوة عضة الغوريلا الهائلة هي قوة عضلاتها البارزة، وخاصة تلك التي تتواجد في منطقة الرقبة، حيث إنها تمتلك رقبة في غاية القوة تساعدها في الحصول على قوة فك كبير، حيث يبلغ مقدار فتحة الفم لديها ما يقرب من 40 إلى 50 سنتيمتراً وربما أكثر. لذلك فإنها عندما تقوم بعض واحد من الحيوانات فإنها قد تكون قاتلة إلى حد كبير. في المرتبة الثالثة، الفهد أو الجاكوار. هذا المفترس الشرس بسرعته الكبيرة للغاية والتي يستطيع من خلالها اصطياد أسرع الطرائد، تقدر قوة عضته ما بين 1350 إلى 1500 رطل بمقياس PSI. يتميز بطريقته الوحشية في الصيد، فبينما يقتل الأسد والنمر فريستهما عن طريق العض أسفل الحلق والخنق حتى الموت، فإن الفهد يذهب مباشرة للجمجمة ويسحقها ويخترقها مع أنيابه الطويلة والثخينة. ويعد من أقوى الحيوانات في البرية، وعضته تقدر بما يقارب ضعف قوة عضة النمر العادي. وسبب هذه العضة القوية هو امتلاكه لعضات فك قوية والتي تساعده على الصيد والدفاع عن نفسه، لأنه حيوان منعزل يعيش بشكل فردي. في المرتبة الثانية، فرس النهر. ثالث أكبر الثدييات الأرضية بعد الفيل ووحيد القرن، بفمه الضخم الذي يصل في العرض إلى حوالي نصف متر، والذي يستطيع فتحه بزاوية 180 درجة. أسنانه الضخمة حيث إن قواطعه وأنيابه طويلة جداً، وكذلك فإنها حادة، قد تنمو الأنياب إلى 50 سنتيمتر والقواطع إلى 40 سنتيمتر. لذلك تقدر قوة العضة لديه ب 1825 PSI،
يساعده في ذلك حجمه الضخم الذي يمكن أن يصل وزنه عند الذكور البالغ إلى ما يقرب من 4 أطنان. وفرس النهر من الحيوانات العاشبة، فهو يعيش على النباتات والعشب داخل الماء، وبالرغم من قوة عضته إلا أنه يفتقر إلى غريزة الافتراس. ولكن سجلت بعض حالات الهجوم على الإنسان والحيوان في إفريقيا، وبصرف النظر عن طبيعته العدوانية غير المتوقعة، لكن فرس النهر لا يهاجم بقصد الافتراس، بل لأنه يعتبر الناس والحيوانات الأخرى مصدر تهديد لأراضيه لا مصدرا للغذاء، فهو يهاجمهم كوسيلة للدفاع وحماية لمواطنه الطبيعية ليس أكثر. في المرتبة الأولى التمساح، والفائز بأقوى عضة بين فصيلة التماسيح هو تمساح النيل، الذي قد تصل قوة عضته إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة. تعتمد هذه الحيوانات المفترسة على نصب الكمائن لمطاردة فرائسها وأكل ما يصل إلى نصف وزن جسمها، ويساعدها فكها الذي يحتوي على ما يقارب من 74 إلى 80 ضرس مسنن حاد يستطيع تهشيم عظام الضحية، والعضلات المسؤولة عن إغلاق فكي التماسيح. هذه الزواحف المرعبة هي أقوى بكثير من تلك المسؤولة عن فتحها، نظراً لأن التماسيح غير قادرة على المضغ، فإن كل ما تستهلكه تبتلعه سليماً تماماً. وإذا تمكنت التماسيح من الحصول على شيء داخل فمها فسوف تتناوله على الفور، سواء أكان من الطيور أو السمك أو التماسيح الأخرى أو الجاموس أو الخنازير أو الغزلان أو القرود أو الضفادع أو السلاحف وحتى البشر. لذلك من الصعب جداً الهروب من بين أسنان التمساح الجائع حين يقبض على فرائسه، والتي نادراً ما ينجح بعضها بالفرار مليئة بالكثير من الجروح القاتلة.